المستقبل كونوفيو ده. En este tiempo estaba en el montaje, no tenía para terminar mi película. Solamente tenía un ticket para un poco de dinero para coger el autobús. Salí al pasillo, él estaba montando su película también con medios propios, como yo, y salió al pasillo. Nos hemos cruzado, hablé de mi película y de la coproducción. Y al final he podido pagar al montador. Siempre te recordamos. Mohamed Ismail. Bueno, aprovechando este momento, hace unas semanas. Es que sois muy buenos. ¿Dónde estáis, hermanos Moreno? فرحانة كنت كنتمناها، خصوصا المغربية الوحيدة اللي كتنافس على هذه الجائزة. كنتمنى نفرح كل الناس اللي كيبغيوني، وانا قلت كنهدي لكم لي فان ديالي الحبايب ديالي، كنهدي لكم هذا البخي هذا. ما تصوروش شحال انا فرحانة الحمد لله. كيفاش تستقبلوا العائلة ديالك هذا الخبر هذا؟ فرحانين بزاف بزاف بزاف، عائلتي كيبكي وعائلة عمر فرحانين واحد الدرجة ما تصورش، مساكن كيصلي والحمد لله. ماما فرحانة، خوتي الله يحفظهم ليا، كذلك خاصني نشكر الجوج ديالي اللي خطاها ليا، هو فرحان بزاف دايما معايا، وبلا به ما كنتش نوصل لهذا الشيء هذا. وكنقول لكم بزاف 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 فرح. شنو الاحساس ديالك وانت المغربيه الوحيده اللي كتمثل المغرب في هذه التظاهره الفنيه؟ الو، هذا هو علاش انا فرحانه بزاف، لان فخوره انني راجعه بجائزه. الحمد لله ربي ما خيبنيش، يعني المغرب ربح جائزه ديال بنت بلادهم، وكنتمنى كذلك هكا مع الفريق ديالنا اللي كنشجعوه في قطر ان شاء الله حتى هو ينجح. كنتمنى اي واحد مغربي في اي يعني في اي حاجه، اي تظاهره ياخذ جائزه، اي مغربي كنتمنى له جائزه يجي يرجع لبلادو فرحان هكا بحالي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.